أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء 20 من سلسلة أفلا تذكرون. نحاول أن نتذكر معكم بعض الأشياء وبعض الحقائق العلمية الواردة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، ونتابع سلسلة إدارة الوقت، لأن هذا الموضوع مهم جدا أيها الأحبة، وينبغي على كل واحد منا أن يتنبه له. كنا على مدى عدة حلقات تحدثنا عن آليات عملية لاستغلال الوقت الذي سنسأل عنه أمام الله. يعني نحن نتحدث هنا عن مصير سيتعرض له كل إنسان، وهو السؤال أمام الله عن عمره فيما أفناه. هذا العمر، هذا الوقت، هذه النعمة المغبون فيها كثير من الناس ولا يدركون أهميتها، نعمة الوقت أو الفراغ. فهذا العمر الذي أعطاه الله إياك ستسأل عنه. لذلك الإنسان المؤمن الحقيقي يبحث عن طريقة لاستغلال هذا الوقت فيما يرضي الله تبارك وتعالى. اليوم سوف نعدد بعض الخطوات العملية لإدارة الوقت. نقول أيها الأحبة، إن أهم خطوة ينبغي عليك القيام بها أن تعتبر أن أجلك في هذه الدنيا محدود وقصير جدا، ويجب أن تستغل كل ثانية وكل دقيقة، تستغل هذه الدقائق أو الثواني لهدف نهائي واحد هو رضاء الله تبارك وتعالى. أي أن جميع أعمالك وأقوالك وتفكيرك سيكون ابتغاء مرضات الله، وأنه لن ينفعك أي عمل إذا لم تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. طبعا أيها الأحبة، المثل الرائع في هذه الخطوة ضربه لنا سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فقد عاش وقته كله لله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك أنه لم يكن يغضب أبدا إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. لم يكن يغضب لشيء شخصي، كان يتسامح، كل ما يتعلق بشخصه الكريم كان متسامحا أمام جميع الإساءات، يغضب فقط إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى. يعني كان غضبه من أجل الله ورضاه من أجل الله تبارك وتعالى. ولو تأملنا أفعال وأقوال هذا النبي الكريم وجدناها كلها لله عز وجل. لذلك فإن المؤمن الذي يقتدي بهذا الهدي النبوي الشريف سيأخذ الأجر حتى لو أخطأ، لأن الإنسان عندما يجتهد في عمل فيصيب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إذن دائما الأجر مضمون بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن يعني كيف أعلم أن وقتي أو عملي هذا هو ابتغاء وجه الله، لا سيما أن الجميع، كل الناس يؤكدون أنهم يبتغون وجه الله بالنتيجة، أو المؤمنين على الأقل أو المسلمين. الأفعال لا تدل على الشيء الموجود في القلب أيها الأحبة. سأعطيكم مثال. عندما تجد إنسان لا يقدم لك أي فائدة إلا إذا أخذ المقابل، فهذا لا يبتغي وجه الله. إنسان لديه علم، الله أعطاه علم، ثم يبخل في علمه على الآخرين. الله تعالى أعطاك علما في مجال ما،
ثم منعت هذا العلم عن الناس بهدف الحصول على مكسب مادي، فأنت مهما قلت إنك تبتغي وجه الله فأنت غير صادق في هذا الكلام، لأن الذي يبتغي وجه الله لم يعد لديه أي هم إلا رضاء الله تبارك وتعالى. فرضاء الله لا يكون بمنع العلم النافع عن الناس. هذا مثال أضربه لكم. لذلك أيها الأحبة، نجد أن الناس أو الإنسان الكثير العطاء ينجح أكثر ويكسب ثقة من حوله بشكل أكبر. أيها الأحبة، الإنسان الذي تعود على العطاء يكون سعيدا أكثر من الإنسان الذي تعود على الأخذ. لذلك أيها الأحبة، ما الذي يمنعك من أن تقدم للآخرين أشياء من دون مقابل؟ أنك لا تثق بكلام الله، لأن الله تبارك وتعالى تعهد بالرزق، تعهد أنه سيرزقك ويرزق كل دابة على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فأنت إذا كنت واثق من هذا الكلام وكنت تثق أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إذا لماذا تمنع الآخرين من الاستفادة من علمك وتضع ما يسمى بحقوق الطبع والنشر، أو لا تعطي هذا العلم إلا مقابل شيء مادي يعني؟ إذن أيها الأحبة، الخطوة التي أود أن أحدثكم عنها هي الثقة بالله تعالى وبعطائه وبقدرته، وأنه قادر على كل شيء، وأن كل شيء يعني تعمله أو تعطيه أو تقدمه أي مبلغ من المال تعطيه لإنسان محتاج وتبتغي به وجه الله، لابد أن يعوضه الله لك 10 أمثاله إلى 700 ضعف أو أكثر. الله تبارك وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. من جاء بالحسنة الواحدة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن السيئة تجزى بسيئة واحدة فقط وقد يعفوها الله عنك، ولكن الحسنة يضاعفها الله أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. لذلك أخي الحبيب، إذا أردت أن يعني تحصل على استثمار جيد للوقت، لأن ما هو الوقت أساسا؟ ما هو الوقت؟ أنا لدي وقت هذه السنوات التي أعيشها، ما هو الهدف الذي أنا الآن موجود من أجله؟ إذا كانت هذه الدنيا بعد سنوات ستنتهي، وربما بعد دقائق، لا أحد يعلم الأجل الذي ينتظره، انتهت هذه الدنيا ومرت وكأنها ساعة، ماذا أعددت لما بعد الموت للحياة الآخرة؟ ماذا تقدم؟ هذا الوقت الذي أعطاه الله إياك هو ثروتك الآن، هو الكنز الذي لا تشعر بقيمته. فأنت إذا أردت أن تضع هدف صحيح بشكل علمي، ينبغي أن تقول: إنني سأسخر هذا الوقت لإرضاء الله سبحانه وتعالى، ليرضى الله عني، لأحظى بنعيم الله عز وجل، وأنجو بنفسه من عقابي. طيب، أذكركم بأول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وهذا أسوأ شيء أيها الأحبة. يوم القيامة هناك دفعات تدخل إلى النار، أسوأ دفعة هي أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. للأسف هم فئة من العلماء
ومن قراء القرآن وممن نظنهم بأنهم يعني سيدخلون الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك عندما يعني أنبأنا عن أن هناك نوع من العلماء والفقهاء الذين تعلموا العلم من أجل الدنيا، من أجل أن يقال عنه إنه عالم، ولكن في الحقيقة هو منافق، هو تعلم العلم ليس من أجل الله تبارك وتعالى وليس من أجل مرضات الله، تعلمه لأهداف دنيوية، من أجل متاع، من أجل أن يقال إنه عالم، من أجل أن يحصل على منصب أو مال أو شهرة أو سلطة أو غير ذلك. هذا الصنف من الناس يؤتى به يوم القيامة وأول دفعة تلقى في النار هم هؤلاء المنافقين. لذلك عندما يلقي الله هؤلاء الناس المنافقين، لأن ما هو المنافق؟ هو الذي يتعلم العلم لغير الله، يعني هذا إنسان الله أعطاه القرآن، القرآن المفروض بك أنك أنت تتعلم هذا القرآن من أجل نشر العلم ومن أجل الله وليس من أجل مصالح مادية. فعندما تضحك على الناس وتقول لهم أنا أتعلم العلم من أجل الله، سينكشف أمرك أمام الله عندما يقول لك ماذا فعلت؟ تقول يا رب تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن فيك أو من أجلك، فيقال لك كذبت، تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. كذلك الذي ينفق المال أيضا يسحب على وجهه إلى النار ويقال له كذبت، أنفقت ليقال جواد. هؤلاء المنافقين هم أول دفعة تلقى في النار، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لذلك هم في الأسفل. هذا الحديث النبوي أيها الأحبة، هناك آية قرآنية توضح هذا الحديث، يعني فئة المنافقين هؤلاء سيكونون أول دفعة إلى النار، سيكونون في الأسفل في القاع، ثم يلقى فوقهم أناس ارتكبوا ذنوب أخرى، الملحدون والكفار وغير ذلك. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. انظروا أيها الأحبة، المنافق هو إنسان يظهر لك الإسلام ويظهر لك التدين ويظهر لك أنه يقرأ القرآن، ولكنه في حقيقة الأمر هو يضر الإسلام ويحارب الإسلام وإلى آخره. هذا المنافق الذي أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، القرآن يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلذلك ينبغي علينا أن نحذر أيها الأحبة، يعني هذا تحذير لكل من يشاهدني أو يصل له هذا الكلام، إياك أن تفعل أي عمل إلا لله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى سوف ينادي الخلائق يوم القيامة ويقول لكل واحد منا، كل إنسان عمل عملا لشخص أو لأحد أو لمرضات أحد فليذهب إلى هذا الشخص يأخذ أجره منه، هكذا سينادي الله سبحانه وتعالى، وأحاديث كثيرة واردة في هذا المجال. إنسان عمل تعلم عمل تجارة من أجل مرضات فلان أو فلان من الناس، يقال له اذهب خذ أجرك ممن عملت له، ويبقى فقط الذين عملوا من أجل الله هم من سيفوز بمرضات الله سبحانه وتعالى. إذن حتى تجارتك ينبغي أن تكون من أجل الله، علمك من أجل الله، عملك اليوم من أجل الله، زواجك من أجل الله، تعاملك مع أطفالك مع جيرانك مع أقاربك
يجب أن يكون من أجل الله، فحياتك كلها لله سبحانه وتعالى ستضمن أنك استثمرت وقتك بشكل فعال وستحصل على مرضات الله تبارك وتعالى. الآن أيها الأحبة، يعني والله أريد أن أتأمل معكم هذه الآية. لماذا كان الله يستجيب لدعاء الأنبياء؟ اقرأوا سورة الأنبياء. يقول لنا عن الأنبياء الذين استجاب الله دعاءهم: سيدنا زكريا استجاب الله دعاءه، سيدنا ذنون يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت استجاب الله دعاءه، سيدنا نوح، سيدنا أيوب بعدما صبر استجاب الله دعاءه. ما هو السر هذه الاستجابة؟ الله تعالى يعني يقول: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذا علمت أن هناك فقير بحاجة لمساعدتك وأنت قادر على أن تساعده، لا تنتظر أن يأتي إليك، أنت اذهب إليه. هكذا الأنبياء كانوا يفعلون. إنهم كانوا يسارعون، لم يقل يسرعون، يسارعون فيها شيء من الاستمرارية والمبالغة، صيغة مبالغة، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنسان ينشر العلم النافع، لا تنتظر أن يأتي ليسألك، اذهب أنت إليه، سارع بادر، وقدم له مثلا ما يعينه على نشر هذا العلم. إنسان يحتاج لمساعدة ما، مريض بحاجة إلى علاج، اذهب أنت إليه. اليوم للأسف معظم الأغنياء يجلسون وينتظرون من يأتي إليهم، وهذا ليس منهج الأنبياء على فكرة أيها الأحبة. الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات. تذكروا واحفظوا هذه الآية لتكن يعني منهاج لحياتك، ضع هذه الآية منهاجا لحياتك. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المؤمن حياته خشوع لله في حالة دعاء مستمر، رغبا بما عند الله تبارك وتعالى ورهبا من عذابه ومن عقابه عز وجل. فهو في حالة رغب ورهب وخشوع وفي حالة مسارعة في الخيرات. تأملوا هذه الآية القصيرة كم تحوي من المعاني، إنها تحتوي على معاني عظيمة جدا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فإذا أردت أن تتخلص، إذا كان لديك اكتئاب، وساوس، مشاكل اجتماعية، مشاكل في العمل، أي نوع من أنواع المشاكل التي نعاني منها اليوم بكثرة، إذا كان لديك فقر، لديك حاجة مادية، لديك خوف، إنسان ظلمك، إنسان أساء إليك، أي نوع من أنواع المشاكل، سارع في الخيرات، سارع لصلة الرحم، سارع لبر الوالدين، لمساعدة الناس دون مقابل أيها الأحبة. هكذا تفوز برضاء الله تبارك وتعالى. أما غير ذلك فأنت الوحيد ستكون الخاسر. طبعا أيها الأحبة، يعني سيدنا سليمان أوتي من الملك ما لم يؤت أحد من بعده، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أوتي من العلم والخلق والتواضع ما لم يؤت أحد من العالمين، لأن الله وصفه وقال: ولم يصف أحدا بهذه الصفة وإنك لعلى خلق عظيم. الله الذي أعطى هؤلاء العباد الكرام قادر أن يعطيك، قادر أن يعطيك ما تطلبه، ولكن لست أنت من يحدد ذلك، بل الله تعالى هو الذي يختار الوقت، يختار العطاء المناسب ويختار التوقيت المناسب. سيدنا سليمان كان لديه الريح وكان لديه عفاريت من الجن
ولديه الله سخر له الجبال، سخر له الطير، علمه لغة منطق الطير، منطق النمل، كان لديه قوة وملك عظيم جدا. هذا الإله العظيم الذي سخر لسيدنا سليمان كل شيء في الدنيا قادر على أن يسخر لك ما تطلب. إذا طلبت رزقا من الله عز وجل، الله قادر أن يسخر لك هذا الرزق المحدود الذي ليس له قيمة أمام عطاء سيدنا سليمان. الله عز وجل قادر أن يعطيك من قوة الصبر والتحمل تماما كما أعطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي آذاه قومه ولم يتعرض أحد من البشر إلى ابتلاء وأذى مثل ما تعرض له الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأعانه الله وأعطاه الصبر. سيدنا يوسف الله أعطاه قوة الإرادة ليجنبه الفاحشة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فهذا النبي الكريم أيها الأحبة الذي أعطاه الله هذه القوة، هذا الإله قادر أن يعطيك قوة مماثلة لتصبر وتتحمل، وقادر أن يعطيك رزقا واسعا أو ملكا أو ما تطلب. هذا ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة أقول دائما كن مع الله ولا تبالي، اجعل حياتك كلها لله عز وجل، وسوف تجد أنه ليس لديك وقت فراغ، سيصبح وقتك كله منشغلا بذكر الله وبالأعمال الصالحة، ستكسب ثقة الناس من حولك، وهذا سيعطيك شيء من السعادة والحياة المطمئنة. ولا تنسوا ذكر الله، ولذكر الله أكبر. الله تبارك وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.